السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم مستر حسام الصياد من قناة فلاش التعليمية افهم وتعلم ببساطة. ازيكم يا اصحابي؟ النهاردة بنكمل مع بعض شرح منهج كونكت برايمري 5 او الصف الخامس الابتدائي ترم 1 الترم الاول، والنهاردة هناخد اهم الباراجرافز او النصوص المكتوبة الخاصة بيونت 1 لان احنا خلصنا يونت 1، وهنحل كمان الاكتيفيتيز الخاصة بيونت 1 كلها علشان خاطر نبتدي المرة الجاية نشرح يونت 2. وزي ما احنا متعودين يكون معانا الكتاب وقلم، ولو مش معانا الكتاب يكون معانا كشكول نكتب فيه ونذاكر منه. ويلا نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم. احنا خلصنا يونت 1 We plant our food او نحن نزرع طعامنا، وخلصنا المرة اللي فاتت لحد lesson 6 وانهينا شرح يونت 1. النهاردة هنتكلم على اهم الباراجرافز الخاصة بيونت 1 اللي ممكن تجيلنا في الامتحان. فاول حاجة عندنا باراجراف خاص بالفود تشين او سلسلة الطعام، سلسلة الغذاء اللي احنا خدناها. فبيقول لنا هنا اول باراجراف plants النباتات and trees والاشجار are called producers بتسمى المنتجين. Animals are called consumers والحيوانات بتسمى consumers يعني المستهلكين. Primary consumers المستهلكين الأوليين eat plants بتأكل النباتات. Secondary consumers المستهلكين الثانويين eat small animals and insects بتأكل الحيوانات الصغيرة والحشرات. Tertiary consumers المستهلكين ما بعد الثانويين eat large animals بتأكل الحيوانات الكبيرة. انا بس بعمل لكم ريفرش كده علشان افكركم، لان ده باراجراف كان موجود عندنا في الدروس بتاعتنا وده مهم قوي. تعالوا نروح للباراجراف التاني. My favorite food الطعام المفضل بتاعي. I love chocolate انا بحب الشوكولاتة. Chocolate it isn't healthy هي مش صحية. If we eat it a lot if we eat it a lot لو احنا كلنا منها كتير. I also like chicken انا برضو بحب الفراخ او الدجاج. And fish والسمك. But my favorite is potatoes لكن المفضل بالنسبة لي هو البطاطس. My mother امي buys them at the market بتشتريهم من السوق. الباراجراف الثالث خاص بالchickpeas. chickpeas او الحمص اللي احنا اخدناه برضو في الدروس بتاعت unit 1. Chickpeas are an important ingredient هو مكون مهم in many recipes احنا عرفنا recipes يعني وصفات طعام في وصفات طعام كتير such as كشري زي الكشري. chickpeas الحمص are not a fruit هو مش فاكهة or a vegetable او خضروات. they belong هو بينتمي to a group of food لمجموعة من الطعام called legumes بتسمى legumes البقوليات. They are healthy. They are a healthy food. هي طعام صحي. They can help to keep our digestive system working properly. هي بتساعد ان our digestive system او الجهاز الهضمي بتاعنا working properly بيشتغل بشكل منتظم بشكل مناسب. واخر باراجراف معانا هو my favorite recipe. My favorite recipe او وصفة الطعام المفضلة بالنسبة لي. We cook lots of things. احنا بنطهو حاجات كتير قوي. My favorite thing او الحاجة المفضلة بالنسبة لي is stuffed vegetables هي الخضروات المحشية. I buy the fresh vegetables انا بشتري الخضروات الطازجة at the market من السوق. I use tomatoes انا بستخدم الطماطم and rice والأرز to make them علشان اعملهم. They are very delicious. They are very delicious. هي لذيذة جدا. طبعا دول الفور باراجرافز المهمين قوي اللي عندنا في يونت 1 محتاجين ان احنا نقراهم مرة تانية. عايزك تعمل بوز للفيديو وتقراهم مرة تانية وتفهم معانيهم كويس لان هم دول اهم باراجرافز في يونت 1. تعالوا بقى نحل الاسئلة بتاعت يونت 1 كمان، وتعالوا نحل اكسرسايزز على يونت 1. فعندنا هنا بيقول لنا read and complete the text with word from the box اقرا واكمل الفراغات دي من الكلمات الموجوده عندك فوق. فهنا الكلمات اللي عندنا chocolate شوكولاته little صغير chicken دجاج unhealthy غير صحي grow ينمو او يزرع. I love chocolate انا بحب الشوكولاته but it is نقط but it is ايه بقى
fruit, it's unhealthy. We should eat a fruit a little. مش هي unhealthy يبقى هناكل little. My brother likes healthy food. أخويا بيحب الطعام الصحي. He likes nut and fish. He likes chicken and fish. Fruit and vegetables are very healthy. I love mango. أنا بحب المانجا. We can nut a mango tree in our garden. يبقى we can a شاطرين. آخر كلمة grow. We can grow. إحنا ممكن نزرع a mango tree in our garden. الإكسرسايز اللي بعد كده بيقول لنا read the text and answer the questions. اقرأ الparagraph ده وبعدين جاوب على الأسئلة. فبيقول لنا هنا وائل grows chickpeas. Chickpeas are an important ingredient in many recipes such as kosheri and hummus. Chickpeas aren't a fruit or vegetable. They belong to a group of food called legumes. Other legumes are lentil and peanuts. Chickpeas are healthy food. They can help to keep your digestive system working properly. The chickpeas that you eat are the seeds of the chickpeas plant. طبعا احنا خدنا الكلام ده قبل كده. عايزين بقى نجاوب على الأسئلة اللي تحت. فبيقول لنا هنا chickpeas are not for our digestive system. فالchickpeas ايه بقى, bad ولا good ولا happy ولا sad؟ شاطرين طبعا هي good. في number 2 بيقول لنا we eat the nut of chickpeas. we eat ايه بقى؟ احنا عرفنا ان احنا بناكل seeds, البذور بتاعت chickpeas او البذور بتاعت الحمص. طب في number 3 بيقول لنا we use chickpeas to make nut. to make ايه بقى, حمص ولا تي ولا كوفي ولا جوس؟ شاطرين طبعا حمص. في number B بيقول لنا answer the following questions. who grows chickpeas, مين اللي بيزرع chickpeas؟ طبعا هنكتب هنا farmers او مزارعين. what group of food do chickpeas belong to, طبعا هو belong to legumes, legumes او البقوليات. في number 5 يقول لك read and choose the correct answer from A, B, C or D. فهنا بيقول لك tertiary consumers, المستهلكين ما بعد الثانويين, eat large nut. large ايه بقى, insects ولا trees ولا animals ولا plants؟ شاطرين طبعا eat large animals, تاكل الحيوانات الكبيرة. طب في number 2 بيقول لك the plants get nut from the sun. get ايه بقى, ice ولا water ولا wind ولا energy؟ شاطرين طبعا get energy, بتاخد الطاقة من الشمس. number 3 بيقول لنا we should nut the plants regularly. regularly يعني بشكل منتظم. we should ايه بقى, get ولا water ولا drink ولا see؟ شاطرين طبعا احنا لازم نسقي النباتات, يبقى we should water the plants regularly, لازم نسقيها بشكل منتظم عشان ما تموتش. number 4 بيقول لك to collect the seeds and the fruits of the plant is to nut them. is to ايه بقى, ان انت مجمع الفاكهة والبذور من النباتات, ده اسمه ايه, harvest حصاد ولا eat ولا wash ولا throw؟ طبعا ده اسمه harvest. harvest او حصاد, ان احنا ناخد المحصول من النباتات علشان نقدر ناكله ونبيعه في السوق وكده. number 5 يقول لك سلمى doesn't have, سلمى ما عندهاش نقط pens. ما عندهاش ايه بقى, some ولا any ولا a ولا an؟ احنا خدنا some و any و a و an. مفروض سلمى doesn't, ما في اهو have, مفروض هنقول ايه هنا, ما عندهاش اي اقلام جاف, any pens. اي ايه بقى هنا, يلا حاول تجاوب. هي المفروض any pens, لان ايه هي any بتيجي في حالة النفي او النيجاتيف word او النيجاتيف sentence. فهنا سلمى doesn't have any pens. طب هنا بيقول لنا reorder the words, اعد ترتيب الكلمات to make correct sentences, علشان تعيد عشان تعمل جملة صحيحة. بيقول لك like would يونس و lunch و فور و ميت. طبعا الكلمة المكتوبة بالأحمر وتحتها خط دي المفروض ان هي تبقى اول كلمة.
المفروض ان هي هنحط يونس في الاول، فهنقول يونس would like meet for lunch. would like meet for lunch. مرة كمان، يونس would like meat for lunch. يونس ممكن يحب اللحمة على الغدا. طب number two بيقول لك there و tomatoes و are و any. فهنا هنبتدي ب are، وده سؤال يعني في question mark هنا، فهنقول ايه؟ are there any tomatoes؟ هل هناك في اي طماطم؟ are there any tomatoes. مرة كمان، are there any tomatoes. ويبقى هنا نحط كمان في الآخر ال question mark أو علامة الاستفهام، لأن ده سؤال أنا بسألك وبقولك في أي طماطم عندك؟ في أي طماطم؟ طب في number 3 بيقولك fungi، العفن، و are و cold و decomposers. decomposers الكائنات اللي بتحلل الكائنات التانية، الكائنات الميتة، احنا خدناه برضو في شرح يونت 1. فهنرتبها ازاي؟ هنبتدي فانجاي، هنقول ايه؟ هنديك 5 ثواني تجاوب. فانجاي ار كولد، الفانجاي او الفطر او العفن او الفطريات بتسمى ديكومبوزرز، المحللات. فانجاي ار كولد ديكومبوزرز. مرة كمان، fungi are called decomposers. دي الإجابة الصح بتاعتها. طب number 7 بيقول لك complete the sentence، أكمل الجمل. complete the sentences، أكمل الجمل with the correct form of words in practice، بكلمة المناسبة من بين الأقواس. how about نقط؟ وهنا بيقول لك buy، هنستخدم buy some vegetable. how about a؟ طبعا احنا قلنا how about بيجي بعد منها الفيرب بالاي ان جي، فنقول how about buying some vegetables. how about buying buy وهنحط جنبها اي ان جي some vegetables. طب هنا في number 2 بيقول لنا there are lots of، are هنا جمع، خلي بالك there are lots of، في الكثير من tomato. tomato مفرد، هنحط لها ES وهتبقى tomatoes جمع، هنحط لها ES وهتبقى tomatoes جمع. number 3 بيقول لك he would like نقط any carrots. he would like a، المفروض هنحط any ولا نستخدم a؟ المفروض هنقول he would like، لان any بتيجي في النيجاتيف زي ما قلنا، فاني هدي مش نيجاتيف، هو بيحب الكاروتس الجزر، يبقى هنقول any طبعا المساوي بتاعها some، فنقول he would like some some carrots. he would like some carrots، هو يحب بعض الجزر. طبعا البانكتيويشن او علامات الترقيم، punctuate the following sentence، حط هنا علامات ترقيم في الجملة التالية. yes there are some apples، طارق، نعم في بعض التفاح يا طارق. المفروض هنحط هنا البانكتيويشن ماركس اللي ناقصه. طبعا اول حرف في الجمله لازم يكون كابيتال، يبقى يس دي هتبقى كابيتال، الواي بس هي اللي كابيتال. وبعدين هنحط بعد منها كوما صغيره، وبعدين هنقول there are some apples، الكوما زي دي كده some apples. طارق طبعا الاول حرف في اسمه هيبقى كابيتال، وبعدين هنحط نقطه صغيره اللي هي فول ستوب في اخر الجمله لان دي مش سؤال. يبقى اليس الواي بتاعتها هتبقى كابيتال، هنحط بعد كده كوما، بعدين هنقول there are some apples، وهنحط كوما او كوما دي تفضل زي ما هي. طارق الحرف اللي فيها عشان ده ناون هتبقى اول حرف فيه كابيتال، وبعدين هنحط فول ستوب في الاخر. عندنا حلقه على القناه فيها شرح البانكتيويشن ماركس كلها من اول كي جي 1 لغايه ما تخلص ثانويه عامه ان شاء الله، فده هيسهل عليك جدا ان انت تحل اي سؤال خاص بالبانكتيويشن ماركس في اي مرحلة من المراحل، ياريت تتفرجوا عليها. وهنا في اخر حاجة بيقول لك هنا write paragraph of 30 or 40 words، اكتب paragraph من 30 ل 40 كلمة using the following guide elements، مستخدما بعض الكلمات الموجودة تحت.
اول حاجه بيقول لك healthy and unhealthy food. healthy and unhealthy food، الطعام الصحي والغير صحي. بيقول لك هنا chicken، guiding words chicken، chocolate، vegetables، french fries، french fries وhealthy. عايزين بقى نعمل paragraph من 30 ل 40 كلمه متضمن الكلمات دي. طبعا ده homework عليك، ولازم بقى تبتدوا بقى تكتبوا وتعلموا تكتبوا paragraphs، وانتوا هتستخدموا ده العنوان healthy and unhealthy food، وهتستخدموا الكلمات دي، هتتكلموا عن الhealthy food والunhealthy food، وتعدوا الparagraph بتاعكو، وتتأكدوا ان هو ما بين 30 ل 40 كلمة او ما بين 30 to 40 words زي ما هو طالب مننا. بكده نكون انهينا unit 1 بالكامل، وحلينا عليها اسئلة، وعرفنا كمان اهم الparagraphs الخاصة بيها. ان شاء الله المرة الجاية هنبتدي نشرح unit 2. I want to be healthy. I want to be healthy، او انا اريد ان اكون بصحة جيدة. اتمنى ان انت تكون استفدت من درس النهاردة. لو عجبك الدرس اعمل لايك، اتمنى الاقي 1000 واحد استفادوا او 1000 لايك تحت الفيديو. الاهم ان انت تشارك الدرس مع اصحابك علشان الكل يستفيد. ما تنسوش تتابعونا على صفحتنا على الفيسبوك والمجموعة بتاعتنا كمان، انا سايب لكم اللينكس بتاعتها في الديسكريبشن او في الوصف اسفل الفيديو. وفي الختام استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.